ايه الاخبار جماعة؟ اخيرا حد جاب لنا طريقة عمل صوص اللوتس في البيت. طبعا بما ان اللوتس في المقاطعة وناس كتير جدا زي حالاتي مدمنين اللوتس، الست دي عملته بطريقة سهلة جدا في البيت بمكونات بسيطة جدا، فانا دلوقتي هجربه عشان لو طلع فعلا نفس طعم صوص اللوتس بالمكونات البسيطة دي هتبقى حاجة حلوة جدا لكل البيوت. اول حاجة اجيب الخلاط، كل حاجة هتتعمل في الخلاط. اول حاجة هنجيب اي بسكوت شاي وناخد بالظبط 125 جرام. فاول حاجه هطحن البسكوت ده كله مع بعضيه. طبعا هو يبان ان هو كتير بس هو هيبقى قليل جدا بعد ما يتطحن. طبعا ده خلاط مش مطحنه فمطحنش البسكوت، فانا بطحنه بالبتاعه دي كده. تمام جدا. بعد كده هنحط 25 جرام سكر بني. بعد كده هنحط 100 جرام حليب مبخر او لبن. بعد كده هنحط 10 جرام زبده. واخر حاجه بقى هي رشه قرفه. ابتدي اضربهم. بصوا يا جماعه بدات تتحول لزبده. عايز اوريكم منظرها من جوه وهي بتقلب. بس هي كده تمام بالنسبه لي. طبعا مش عايز اقول لكم ان هي ريحتها لوتس جدا. وبصوا حتى شكلها وقوامها نفس بالظبط قوام اللوتس. هجيب الكوبايه دي زي ما انتم شايفين اللون والقوام بتاعه عامل ازاي. دلوقتي هنجربه. بعد كده اجيب توست. طبعا انا بحب التوست يكون محمص. اخد من اللوتس. بصوا يا جماعه قوامه عامل ازاي، نفس اللوتس بالظبط. وهبتدي ان انا افرده على التوست. وطبعا متستقلوش بالكميه دي، الكميه دي يعني بطرمان لوتس معتبر يعني يعيش معاكو كتير. فدلوقتي هدوق معاكم صوص اللوتس اللي احنا عملناه واقول لكم فعلا هل هو نفس صوص اللوتس الاصلي ولا لا. نقول بسم الله. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ جماعه الصوص كريمي قوي، سكره مظبوط جدا، طعم البسكوت والقرفه باينين فيه بشكل مش طبيعي. مرعب مرعب. تقييمي ليه 10 من 10 بجدارة. طبعا احنا صوص اللوتس بنستخدمه كتير جدا في البيت، في اكلات، في حلويات، في الحاجات الكتير اللي احنا بنعملها. وبما اننا طبعا عاملين مقاطعة فانا ارشح لكم صوص اللوتس ده تعملوه في البيت. سهل جدا، ما بياخدش اي وقت، مكوناته بسيطة جدا، تقدروا تحتفظوا بيه في التلاجة فترة كبيرة جدا مش هيحصل له اي حاجة. وزي ما قلت لكم ممكن نستخدمه في اكلات ووصفات وحاجات كتير جدا، وحتى ممكن نعمل بيه المشروبات بتاعت الايس كوفي والهوت كوفي والكلام ده كله. فما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن صاحبك اللي هتجرب معاه صوص اللوتس ده في البيت. اي خدمة.